جزاكم الله خيرا. ما معنى الاستتار من البول؟ وما حكم الماء النازل نتيجة لتنظيف الأعضاء على الملابس الداخلية؟ هل ينجسها؟ جزاكم الله خيرا. الاستتار من البول إما أن المراد به أن الإنسان إذا أتى البول أنه يستتر عن الناس ولا يتبول أمام الناس ويكشف عورته، أو المراد والله أعلم أن الإنسان يتحرز من إصابة البول لثوبه ولجسمه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعذب في قبره أنه كان لا يستنزه من البول، بمعنى أنه لا يتحفظ من إصابة البول لبدنه أو لثيابه، فيصلي وعليه نجاسة، ولذلك عذب في قبره. ويقول صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالمطلوب الأمران، أولا أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ببول أو غائط أن يستتر عن الناس ولا يكشف عورته أمام الناس، والأمر الثاني أن يتحفظ من إصابة البول أو رشاش البول، وأن يختار لمكان البول مكانا رخوا منحدرا لا يرجع إليه بوله أو رشاشه. وأما ما يصيب البدن من ماء الوضوء المتساقط من الأعضاء فإنه طاهر والحمد لله، فإذا أصاب البدن أو الثياب فإنه لا تأثير له لأنه ماء طاهر. نعم.